دلوقتي نبدأ مع حضراتكم ملخص صباح الخير يا مصر للحلقات اللي حصلت امبارح في مسلسلات رمضان. هنبدأ بالمسلسلات الكوميدية والاجتماعية في الدراما الرمضانية، خصوصا الكبير قوي في الجزء الثامن، وكمان مسلسل بابا جيل أكرم حسني وإمبراطورية ميم للنجم خالد النبوي. الحلقات ال 13 من مسلسلات الدراما الكوميدية والاجتماعية شهدت أحداث مشوقة. في الحلقة 13 من مسلسل الكبير قوي 8، نجح جوني في نشر الخوف والرعب على المتواجدين في حفل الهالوين داخل الدوار، لكنه طلب من نفادي التوقف بعد ما وجدوا أصوات غريبة جاية من برة. هنا ظهرت شيماء سيف على هيئة عفريتة، وقال جوني النفادي: جبت التعويذة منين؟ دي نسمة هوا. نسمة هوا؟ احنا في موسكو. انت بتستظرف واحنا في مصيبة. ما انت لسه مستظرف. الشغل عالمي موت. مين اللي عمله؟ انت سيدوني. انا ايه؟ انا واقف معاكم. شهدت الحلقة 13 من مسلسل إمبراطورية ميم للنجم خالد النبوي أحداث كتير. فبعد ما رجعت المية لبيت مختار أبو المجد بعد تفاوض مروان مع مندوبة الشركة، وطلب منها عودة المية في مقابل التفاوض مع والده علشان يقنعه ببيع المنزل. في مشهد تاني بيتناقش محمود حافظ مع والدته في موضوع جوازه من مديحة، وهي بترفض الموضوع، لكنه قال لها إنه سيد قراره وإن تجربته الأخيرة مش هتأثر على ارتباطه مرة تانية. بوستر كلام موجود داخل الكتاب، انا مش فاهم ايه المشكله يعني. اكبرت واتنمرت، تلاقي الست مديحه نازله زن 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 لما قلبتك على امك. انت حضرتك عارفه غلاوتك عندي عامله ازاي، بس انت مشكله حضرتك ان انت بتعامليني على ان لسه عيل صغير وهتضربني من المسطره على ايديا. طب راعي الشنب اللي واكل نص وشي ده اللي دايما حضرتك بتعيرني بيه. في الحلقة 13 من مسلسل بابا جي، طلبت النجمة نسرين إمام صاحبة شخصية ولاء الطلاق من جوزها هشام بعد ما اكتشفت كذبه عليها طول الفترة اللي فاتت، وده بعد ما بدأت الحلقة بضبط ولاء لجوزها هشام وهو جوه حفلة زفاف بيقوم فيها بتجسيد دور أب للإيجار. في الحلقة 13 من مسلسل عتبات البهجة، راحت سعاد لبيت عرفان أو صلاح عبد الله خصوصاً بعد سفر عليا، وفي الآخر قالت له يفضل زي ما هو في البيت. وفي مشهد تاني بيحاول عرفان التهوين على بهجة بعد موضوع جميلة أو بسنت أبو باشا واكتشافهم أوردر المخدرات اللي جالهم، لكن بيسأل عرفان بهجة إزاي عمر عرف إنها مخدرات رغم إن هي متخفية. تفوت أسدها من هنا، تفوت من هنا، ما بقتش ملاحق. ايوه ربنا يعينك. بس بقول لك ايه بقى، هو ازاي عمر عرف وانت بتقول لي ان الطرد ما كانش باسمها؟ على مدار الحلقات اللي فاتت من مسلسل كامل العدد، حرصت دينا الشربيني او ليلى على ابعاد بنتها امينه عن اللي بتعمله على منصات التواصل الاجتماعي علشان عاوزه تبقى بلوجر، وبرغم كده امينه بتكون بلوجر بدون معرفه والدتها لانها قامت بحظرها هي وجيهان، ومن هنا بقت حريصة على تصوير مقاطع فيديو ونشرها على التيك توك. ماشي اوكي، جود لك. باي. سمعتي يا أمينة؟ بابا سيف هيجي يتعرف على دعد. ما تخافيش. طب يعني اعمل لك ايه يا أمينة؟ طب انا اللي هصلح لك التليفون اوكي؟ تعال، انا مش عايزة حاجة خالص، انا بس محتاجة اخد حقي من الاورجنايزرز بتوع الحفلة دول. كشفت الحلقة 13 من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج عن أحداث كتير. طلبت صدفة مقابلة علي أو سليم الترك، وحاول التهرب منها لكنها أصرت، وهنا كشفت له عن قصته مع رندا. أقصد مين؟ هو في غيري ولا إيه؟ لا، الست كان عندها حق. عايز أسألك سؤال، أنت ليه سموكي صدفة؟ لا ده موضوع يطول شرح، موضوع كبير قوي قوي، محتاج يجي 16 ساعة الا ربع كده عشان احكيهولك.